السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه مواليد برج الجدي لسنه 2022 ان شاء الله باذن الله هتكون سنه البشاير، سنه التعويض، سنه الراحه، سنه التغيير الجذري. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم فرحك فرحه يوسف، اللهم فرحك فرحه يعقوب بيوسف، وبشرى كبشرى زكريا بيحيى. ويا بشاير الخير كوني كقميص يوسف يلقي علينا، قولوها بنيتكم وان شاء الله باذن الله ربنا يكبر بخاطركم. اخر الفيديو هنقول رساله ربنا ليك يا برج الجدي. عايزاك لو انت بتعاني من قرين ولا من سحر ولا من تبيعه اكتب تم، يوصلك لينك قناتنا الثانيه اللي هيكون عليها العلاج باذن الله. نشوف بقى توقعاتك واحداثك الجديده اللي في حياتك. طيب اليومين دول انت في حيرة، في حيرة من امرك ومش عارف تاخد قرار، في ضغط نفسي عليك من اشخاص حواليك، عندك حد في عيلتك بيتكلم كتير، في حد بيحب الكلام كتير، ست عندك بتحب الكلام كتير وبتحب تجيب في سيرة الناس وتحب تحكي عن حاجات يعني كذب. في هنا تغيير عتبة او تغيير مسكن او تغيير بيت، الله اعلم، بس في تغيرات عندك في حياتك. عندك حيرة، انت حيران في علاقة عايز تكملها وفي نفس الوقت عايز تنهيها، في كلام قال وكن عليك، فياريت تخلي بالك كويس جدا من التبشرات اللي عندك. عندك هنا مفارقة، فارقت الحبيب او الشريك رغم ان هو كان بيحبك او انت كنت بتحبه. في نفس الوقت هيكون عندك رجوع الايام اللي جاية. في خبر هيفرحك خلال ايام، هيفرحك كده، هتحس بخبر هيفرحك جدا. في بيع وشراء، عايز تبيع ايه او عايز تشتري ايه. عايزك تخلي بالك من شخص بيسأل عليك اسئلة كتير بس عشان خاطر يعرف اسرارك. المواجهة اللي هتكون عندك عايزك تسيطر عليها، وعايزك تسيطر على غضبك علشان خاطر المشكلة. في مشاكل بتكون نتيجتها ان انت لازم تصبر. في مفتاح سعادة عندك هيكون بإيدك، بس بلاش الضغط النفسي اللي بتضغطه على نفسك. انت قربت من حظك ووصول هدفك، ما تخسرش حد عشان خاطر المشاكل السلبية اللي انت فيها. في حاجة هنا مسببة لك حزن، في حاجة مسببة لك حزن ومسببة لك طاقة سلبية. في كمان هنا حد هتقطع علاقتك بيه من بعد الكلام اللي انت سمعته وزعلك. في تغيرات وفي تبشرات، في خير خلي بالك، وفي نفس الوقت في فرحة، فرحة انت بتجهز لها الايام اللي جاية. فبإذن الله بفضل ربنا هيكون عندك فرحة حلوة حلوة جدا لحياتك. انت هنا منتظر، عندك كمية انتظار رهيبة، منتظر حاجات كتيرة جدا، وفي نفس الوقت ربنا هيفتح لك ابواب كانت مغلقه، كانت مقفوله في حياتك، هيفتحها لك عشان الحظ هيكون من صالحك الايام اللي جايه. طيب خلي بالك عندك عيون كتير، وكل ما بتخلص من عين بترجع عين تتفتح جديده. في تعاملات هنا ربنا هينجيك من عذاب ومن حيره وضغط نفسي، عوده للمنفصلين او حياه جديده. انتوا عندكم جواز وخطوبه او ارتباط ابدي، عندكم علاقه جديده الايام اللي جايه، بس ما تخلوش طرف ثالث يتدخل في حياتكم، ويا ريت ما ترموش ودنكم لاي حد، يا ريت. في هنا اذى من اشخاص حواليكم، في اشخاص بتتفق عليكم علشان تاذيكم، وفي شخص هيدخل حياتكم هيكون في علاقه سامه، بس بفضل دعوات الست الكبيره اللي عندكم هتنجو من عذابه. دايما بتدور على الحنان وحظك قليل، دخلت في كذا علاقه في كذا ارتباط ومفيش حاجه كملت، وده بسبب الضغط النفسي. بتدور على الحب، بتدور على الاستقرار، وان شاء الله باذن الله ربنا هيسعد قلبك وهيريحك الايام اللي جايه. عندك هنا سر هينكشف قدامك، والسر ده هيعرفك، وهتعرف مين الحبيب ومين الصديق. انت اليومين دول قلبك مكسور وحزين، وبتخبي حاجات، في حاجات بتخبيها،
في ألم في رجليك والألم عمال يزيد، محتاج راحة، انت محتاج راحة. بتفكر في سفر مكان لمكان، في تفكير كتير. قدامك طريقين هيتفتحوا قدامك ان شاء الله، والطريقين دول واحد هيكون سفر والتاني هيكون ارتباط او خبر حمل في حياة جديدة. بس خلي بالك في عيون حاسداك وبتراقبك، ابتعد عن اي حد ممكن يتدخل في حياتك. في ألم في جسمك غير طبيعي الأيام دي، وخصوصا ان انت واخد خطرك قوي من موضوع ضايقك. في موضوع حصل ضايقك، انت مريت بأزمات وانت قدها وقدود، وخرجت نفسك من حاجات كتيرة جدا، وعفرت وكملت، وحصل حاجات كتيرة جدا في حياتك مختلفة. في بعض المفاجآت عندك، وفي معاملة هتتغير، وخلي بالك أمنيتك قريبة منك وتحقيقها على وشك البيبان. بس يعني مش عايزك تهتم بنفسك قدام الآخرين، مش عايزك تلبس وتتشيك وتبقى قدام الأطراف التانية، عشان هم حاسدينك وبيحقدوا عليك، حاسدينك وبيحقدوا عليك. فقدت فلوس أو فقدت مبلغ أو اتسرق منك أو في مبلغ اتفقد منك، ربنا هيعوضك. خطوة جديدة في مجال حياتك بالكامل، ومن الخطوة دي هيتفتح مجال جديد في حياتك، وهتتفتح حياة فيها رزق وفيها توفير حظ سعيد. انت هنا مستلف فلوس او عليك فلوس، او في ايه، في حوار فلوس عندك، حوار فلوس عندك، يعني في فلوس حد ليه عندك، انت ليك عند حد، في عندك فلوس هتجيلك ممكن تسد منها بعض الاشياء اللي عندك. وفي نفس الوقت انت عندك قضية، عندك قضية الايام اللي جاية. القضية دي هتكون انت، مش هقولك ان هي هتكون من صالحك، بس فيها تصفية حساب. انت حيران في امرك، بتعيش فترة صعبة وملخبطة، روحانياتك عالية جدا، والحاجة اللي بتحسها بتحصل من غير كلام ولا تردد. فياريت تخلي بالك من صحتك كويس جدا، وما تجربش حاجة جديدة ما جربتهاش، علشان الندم، علشان الندم. ما تجربش اي حاجة جديدة في حياتك، حاول تهدى وتهدي اعصابك علشان خاطر الاستعجال اللي عندك والمشاكل. عايزاك كمان الايام اللي جاية تكون حريص جدا من حياتك، علشان في صلح وفي مكالمة فيها كلام بينك وما بين شريك حياتك. في هنا تغيير، عتبة، وحد كبير هيقعد معاك ويديك حبة نصايح. صف النية، خلي دايما نيتك صافية وتعامل بمحبة، خلي دايما نيتك صافية وتعامل بمحبة مع الأشخاص اللي حواليك. في احلام كتير جدا بتتردد معاك، كذا حلم بتحلمه، حاسس ان انت مخنوق. من الواضح هنا ان انت مريت بازمات كتير، وجيت في يوم من الايام يئست من الدنيا. لا، اليوم اللي انت يئست فيه كان بداية جديدة لحياتك الجديدة. حتى لو ضاقت بيك الدنيا لا تستسلم ابدا، ربك فهو هيستجيب لك في كل حاجة تخص حياتك. بس انت محاط بالمشاكل، وفي طريق ضلمة عندك، في طريق ضلمة. الطريق ده هتكون نهايته جبر، ومفتاحه بايدك. ما تقلقش، انت ربك هيكرمك من حيث لا تحتسب. بس خليك هادي، العصبية مش هتديك اي زيادة في حياتك، خليك هادي ومتأقلم. والحياة اللي انت منتظرها هي اللي هتكون من نصيبك الايام اللي جاية. انت قلبك طيب ومريت بخزلات، وكان عندك بعض الكركبة والتشوش. طيب هنا متكركب وعندك بعض العصبية، وفي قرارات لازم تاخدها. خلقك ضيق ومفيش راحة،
ومحتار ازاي تتعامل مع بعض الاشخاص اللي سببوا لك اذى. عندك انسانة دايما بتحاول تضايقك وتزعجك بكلامها. وخلي بالك لو انت عندك شريك حياة ومرتبط، خلي بالك من شريك حياتك من الغدر والخيانة، علشان انت مش مستحمل اي صدمة تاني ولا مستحمل اي ضربة. انت اللي فيك مكفيك واستحملت حاجات محدش يستحملها، فياريت الايام اللي جاية تهديلي اعصابك خالص من الغدر، من الخيانة، من المشاكل، من الامور السلبية اللي محاطة بيك بالاذى. امور سلبية محاطة بيك بالاذى، فتخلي اعصابك هادية. انت هتحصل على حاجات حلوة الايام اللي جاية. شوف انت مستني ايه. قلبك طيب زيادة عن اللزوم، يعني انت بتفعل قلبك طيب مجنون، بتفعل حاجات بتندم عليها بعدين، في حاجات بتعملها بتندم عليها بعدين، فياريت تهدى. في حياة جديدة قريبة منك، وهي دي اللي هتكون الطريق الصعب اللي انت مختاره حاليا، فمش عايزاك تكون متسرع الايام اللي جاية، عشان زي ما في اخبار حلوة في اخبار سلبية، فبلاش تكون متسرع وتحكم على حد او تحكم على اشخاص في حياتك. مزاجك متعكر، مزاجك مقلوب، في هنا راحة وفي طبطبة. حد بيحبك، حد بيحبك ودايما جايب سيرتك، يعني في حد عندك بيحبك ودايما جايب سيرتك. في بشرة، البشرة دي هتجيلك من ربنا بس. طيب احب ابشرك ان الطاقة الايجابية هتتوزع على جميع حياتك. انت فقدت الامل وفقدت حقك، بس عندك رجوع حق في موضوع هيتم الاتفاق عليه، وفي ناس هتاخد رأيك في بعض المواضيع من صحابك من اهلك، بس انت ركز على حقك وما تديش فرصة انه حد يجيب سيرتك، تديش فرصة انه حد يجيب سيرتك عشان خاطر قلبك ما يتكسرش. تخليش ما تسمحش لأي حد ان هو بس يفكر يتكلم عليك في اي موضوع يضايقك. من البداية هتكون سعيد وهتملي الفراغ اللي في حياتك. عندك قدرات عالية وفي نفس الوقت خوف، يعني انت عندك تغيير كامل في حياتك الايام اللي جاية، بس في نفس الوقت عندك خوف، خايف من حاجات. ايه هي؟ في خروج من محنة ومن ضيق ومن خنقة. تعبان، انت اليومين دول تعبان، الوضع هيتحسن واحدة واحدة، مفيش حاجة هتيجي مرة واحدة، فشوف انت مستني ايه. في تحسنات وفي تغيرات هتدخل حياتك، وفي كمان رزق وفير. انت ناوي على حاجات كتيرة جدا تعملها، وهتكون في مجال عملك تحسنات وتغيرات جذرية هتعوم على بعض الاشخاص اللي في حياتك بالخير. طيب انت هنا صاحب شخصية، صاحب سمعة، صاحب حياة، صاحب حاجة مختلفة، بس عندك ندم، وفي بعض الأحيان بتحس نفسك ضعيف ومش قادر تاخد خطوة لقدام، وساعات بتحس ان انت يائس، بس في كل لحظة يأس عندك، في كل لحظة تعويض لحياتك. كل حاجة محتاجة وقت، كل حاجة محتاجة دعم من نفسك، ان انت تقف جنب نفسك وتطبطب على نفسك عشان خاطر تستقبل اي حاجة تدخل حياتك. انت حظك حلو هم المال، بس في ناس بتأذيك وانت لا تدري. خلي بالك في ناس هنا ممكن تكون اكلة شربة معاك وهم بيأذوك. طيب بتحاول تنظم وقتك وتنظم مسؤوليتك وتعرف عليك ايه وليك ايه،
بس في حاجات عايزاك تخلي بالك منها. ما تجيش على نفسك علشان حد، وما تتنزلش من عشان ما تتنزلش من اجل حقك علشان ترضي الاخرين، عشان ده كله بيبقى فيه ندم بعد كده. ما تجيش على نفسك، خلي بالك من نفسك، ووازن علاقات، وازن الامور، وازن كل حاجه، وافتكر الكلام ده كويس جدا. عيون كتير عليك، عيون كتيرة جدا عليك مفتوحة، ومشاكل مؤثرة عليك، بس ما تقلقش، هيكون في بشر هتفرحك رغم اليأس اللي انت فيه. ما تقلقش، كل حاجة بمشيئة الله، وعشان كده هيكون عندك طاقة، طاقة حب، طاقة تغيير، طاقة حلول للمشاكل، وهتتخلص من كذا أمور في حياتك مسببة لك أمور سلبية. ابشر، ربنا بيدبر لك أمرك وهينصرك وهيجبر بخاطرك إن شاء الله. لا انت كده بقى تمسك الخشب، انت كده عندك حق وتغيير مع عتبة عندك هنا، انت كده ما شاء الله عليك، انت كده تبشر بقى، ما انت عندك الهم اللي انت شايله بقالك مدة. عايزاك بقى تخلي بالك من مشكلة، يعني انا بشرتك وحذرتك واتكلمت معاك بصدق، بس عايزاك تخلي بالك من مشكلة ومراقبة، مشكلة ومراقبة. في توضيح أمور كانت بتتأجل من فترة، في تمزق في قلبك بسبب شخص معين خلاك تندم على اختيارك، يعني في شخص خلاك تندم وكرهت حياتك وكرهت كل حاجة. بص بقى، في هنا حياة مختلفة عكس ما انت تتخيل، انت دايما بتحمد ربنا رغم الصعوبات اللي انت بتمر بيها وخيبات الامل، دايما حامد ربنا وشكره على كل حاجة في حياتك، وعشان كده ربنا هيجبر بخاطرك ان شاء الله بإذن الله. في ناس انت خرجتها من حياتك وانسحبت من حياتهم، وقررت ان الناس دي ما تقعدش في حياتك، او يبقى في بينكم كلام او بينكم اي حاجة سلبية، يعني بدأت تبص لنفسك وتبص لحياتك، تبص لشكلك، تبص لتغييرك، بدأت تبص الحياة، تبص للحياة بشكل مختلف، وعشان كده زي ما قلت لك بتنظم وقتك، بتنظم حساباتك، بتنظم حاجات كتيرة جدا في حياتك الفترة دي. انا عايزاك تبشر بتغيير كامل وفرحة طوال انتظارها، مناسبة هتحضر لها، خروج مع الشريك، خروج مع العيلة، في تغيرات عندك مع سيطرة على الأشخاص اللي حواليك. طيب بسم الله ما شاء الله، في تنجية من العذاب اللي انت فيه والهم اللي شايله لوحدك، في تطليع من العذاب اللي انت شايله لوحدك، وتنجية بمشيئة الله سبحانه الله وتعالى، فعشان كده حظك هيكون بين ايدك، وانت اللي هتقرر ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، فعايزاك تكون هادي وتكون الأمور عندك متغيرة، وبلاش تكون مندفع. حرفيا حاليا بتعاني من بعض القلق والتوتر، حتى نومك مش مستقر وعندك مشاكل في نومك. عايزاك تكتم على فرحتك وتداري وما تبينش ولا تتكلم، عشان فرحتك قريبة منك، ولو انت فضلت تتكلم عليها مش هتتم، وافتكر الكلام ده كويس جدا. في هنا حاجة طال انتظارها، في حاجة طال انتظارها، في رسالة هتجيلك هتطمنك، او انت مستني شغل، الله اعلم انت مستني ايه، بس انت هنا في كمية انتظار، يعني منتظر حاجات محدش ينتظرها، وساكت وكاتم ومستحمل، بس عايز تنفجر، ولو انفجرت يعني هتنهي حياة ناس كتيرة جدا. انت ساكت ومستحمل، وسكوتك ده آذي ناس كتيرة جدا، عشان انت ما بتصبرش، انت بتاخد حقك في نفس الوقت، فلما بتسكت عن حاجة بيخافوا منك. طيب مش عايزك تكون متهور ابدا في قرار، وخد الخطوة
وابدأ في صلح بينك وما بين أشخاص، وخير عندك وتغيير في كل الأمور اللي عندك. في كمان هنا مراجعة وخطوة لورا، وفي حاجات هتتغير. في شخص هنا هيتكلم في حياة حلوة، وفي تحضير أمور مع نقلة مع تغيير، وبعض الوقت هيكون عندك تحسنات حلوة مع تغيرات هترضي أمورك. انت هنا داخل في لمة وداخل في أمور هتبسطك، فياريت تهديلي نفسك وتهديلي أعصابك، عشان الفترة اللي جاية هتكون فترة تعويض وفترة تغيرات على جميع حياتك. الفترة دي الوضع متلخبط، بس مع الوقت الأمور هتتحسن وهتدخل عليك بهجة هتغير اللي جواك. انت شفت حاجات كتيرة جدا صعبة، لحاليا انت منعزل كاتم ومنعزل حاجات كتيرة جدا في بالك، وفي نفس الوقت ضحيت بحاجات محدش يضحي بيها، وعشان كده انت هتكون ساكت وراضي ومستحمل لحد ما توصل لهدفك. واحدة واحدة انت متألق، ونظرتك في الناس ما بتخيبش ابدا، لذلك انت ما بتقول على حد ده وحش بيطلع فعلا وحش، لما بتقول على حد ده مش كذا بيطلع فعلا. كل اللي بنظرتك يعني في الناس سهلة، بتنظر كده للشخص اللي قدامك بتعرف اذا كان الشخص ده كويس ولا مش كويس. الفترة دي عندك بعض العكسات، الفترة دي امورك متلخبطة مع توتر. في كمان هنا روقان، رغم الخلاف اللي عندك هيعدي على خير، بس هيكون في روقان عندك وهتوصل للهدف وللحل. وعايز اقولك ان انت هتعيش بسلامة الايام اللي جاية، عشان عندك اخبار حلوة. يعني انت الايام اللي جاية هتحصد اخبار حلوة، وفي نفس الوقت هتحصد فرحة طال انتظارها. فانت عندك خير وعندك تغيرات، بس لازم تهدي اعصابك الايام اللي جاية علشان خاطر تحصل على اللي انت عايزه. التسرع مش هيفيدك. نشوف بقى رسالتك، وقبل ما نشوف رسالتك حط امنية علشان نرد عليها بالرسالة، وان شاء الله باذن الله تنطبق عليها. لك عند الله خير يؤجله حتى تيجي الظروف المناسبة وتكون انت مستعد للفرحة، فلا تظن ان الله نسيك ابدا. انطبقت عليك؟ اتمنى لك السعادة والهنا والرزق. ولو بتعاني من قرين ولا من سحر ولا من تبيع، اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هتلاقي عليها العلاج باذن الله. تحياتي ليك.